منتخب مصر الأولمبي تعادل مع المنتخب الأوكراني بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين في فرنسا، وده في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 واللي هتنطلق يوم 24 يوليو الجاري. البنك الأهلي فاز على إنبي ودياً بنتيجة 2-0 استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري. سجل أهداف البنك الأهلي أمام إنبي محمود قعود وكريم بومبو. ومنتخب مصر للكرة الطائرة خسر أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم في المعسكر المغرق للفراعنة في بولندا، وده استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. منتخب أسبانيا توج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 بعد ما حقق الفوز الكبير على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على الملعب الأولمبي في برلين في نهائي بطولة يورو 2024. اللاعب رودري نجم خط وسط منتخب إسبانيا توج بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 واللي اختتمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الهولندي جوشوا زيركسي بعد عقد طويل الأمد يمتد لغاية 2029 قادما من صفوف بولونيا الإيطالي. فازت الأرجنتين حاملة لقب النسخة الماضية بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 2024 للمرة 16 علشان نفض الشراكة مع منتخب أوروغواي وتبقى أكتر المنتخبات تتويجا بالبطولة، وده طبعا بعد الفوز على كولومبيا 1-0 بالهدف اللي سجله البديل لوتارو مارتينيز في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة اللي انتهت من شوية صغيرين. المباراة طبعا شهدت تعرض النجم ليونيل ميسي كابتن منتخب الأرجنتين لإصابة قوية مع الأسف منعته من استكمال المباراة، ورحل نيكولاس جونزاليس بدلا منه في الدقيقة 66. طقطت العدسات ميسي وهو بيبكي بشدة بعد خروجه مصابا، مما دفع لاعبي الأرجنتين والجهاز الفني للتدخل من أجل مواساته. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بس أكيد خبر فوز أسبانيا على إنجلترا في النهائي يورو 2024 ده خبر محتاج نعرف عنه تفاصيل أكتر، عشان كده هنعود مرة تانية دلوقتي لهبة والمصطفى علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الماتش ده امبارح.